بسم الله الرحمن الرحيم. باسم غرفة الرياض وباسم لجنة التسويق نرحب فيكم جميعا وشاكرين لكم على إعطائنا من وقتكم الثمين والتفرغ لحضور محاضرة التسويق الفعال للاستفادة منها. واليوم المحاضرة يعني تقدم من لجنة التسويق كأحد الفعاليات الخاصة باللجنة، والحقيقة من ضمن المحاضرات اللي حتكون قادمة بمشيئة الله، وبدأت هذه ثاني محاضرة للجنة خلال هذا العام، ولدينا أكثر من 12 فعالية خلال 2017 وجميعها موجهة للتسويق. اليوم عن التسويق الفعال، بعد أسبوعين عند التسويق اللي هو عن طريق البيانات الهائلة، وهذا حيكون محاضر من أسبانيا بيكون موجود بعد أسبوعين. الحقيقة اللجنة يعني اتخذت إجراء أنه يكون في محاضرات عبارة عن جرعات تثقيفية وتوعوية وتطويرية لمهارات التسويق في القطاع الخاص، وهذا اليوم احنا في أحد المحاضرات للتسويق الفعال، طبعا مقدمة من عضو اللجنة الأستاذ الحارث العمري. والحارث العمري يعني شخص يعني مو غريب على مجال التدريب، له خبرة كبيرة كمستشار تدريب معتمد في مجال ريادة الأعمال وتطوير الأعمال، حاصل على ماجستير إدارة الأعمال، عمل مع كثير من الجهات الحكومية الخاصة بريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة على مدى سنوات. الحقيقة رغبة وطنية في هالمجال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخصوصا في التسويق كتخصص أجاد فيه، وقدم الكثير من المعلومات اللي حتفيدكم إن شاء الله في المحاضرة. المحاضرة اليوم بتمتد يعني في حدود 40-45 دقيقة تقريبا، بعدها حيكون وقت متروك لكم للمناقشة والأسئلة مع المحاضر بشكل موسع. يعني المفروض تكون محاضرة ساعة، أنا طلبت منهم يقلطها بحيث نعطيهم وقت أكثر لكم في الأسئلة والنقاش حول محتوى المحاضرة. فاللي تفضل طبعا أخوان أي سؤال حيكون بعد ما يخلص المحاضر، إني نترك الأسئلة في آخر المحاضر. تفضل أخي الحارث. طيب بداية أشكر الدكتور على المقدمة الطيبة. طبعا إذا تسمحوا لي أنا يعني ما تعودت أني أعطي محاضرة وأنا جالس، حكون التسويق لازم المسوقين فيه الحركة، فإذا تسمح لي بكون من هناك. طيب طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ كيف؟ طيب كرما بس الجوالات على الصامت إذا سمحتوا لي أساس ما يصير فيه قطع للتواصل. طيب عنواننا اليوم يا جماعة الخير التسويق الفعال، تمام؟ حنعرف شو مفهوم التسويق وليش اخترنا كلمة فعال. كم ممكن نختار نقول أساسيات التسويق، ممكن نقول مبادئ التسويق، لا احنا نبغى نقول التسويق فعال وله أثر وله تأثير، كويس؟ طيب قبل ما نبدأ عندي بس بعض التمارين السريعة بس على أساس إنه إيش ننشط المجموعة وبعدين نبدأ بإذن الله تعالى. هذه بس السيرة الذاتية على السريع، ويعني اللي شرح الدكتور كان يعني كافي وافي. حاليا أنا أعمل كمدير مبيعات في شركة البارج القابضة، يعني لها علاقة بالتسويق، تمام؟ وقبلها خبرات سابقة كمدير تدريب في جهات عدة. طيب أبغى بس من الحضور يركز 5 ثواني في الصورة اللي أمامك، تمام؟ وبعدين قولوا لي وش تشوفون في هذه الصورة. طيب شو نشوف يا جماعة؟ اللي حاب يشارك يرفع يده. تفضلي. في رجل يعزف، امرأة، اوكي، شخصين. طيب اجابة اضافية، تفضل. هم 5. يا ساتر، ها
المرأة. الشخصين اللي هم واردين الفيس. لا عفوا. أيوة. في واحد في ناحية الأذن. جميل. في ناحية الأذن. هنا. هنا صح؟ والشخصين الشايب والعجوز. جميل. وشخصين ناحية العينين. تمام. يعني خمسة أشخاص. لا خلاص هي خمسة. طيب هو يعني تشكر يا دكتور يعني في خمسة كويس. طيب اللي بعد هنا أنا بتجاوز بعض التمارين أساس كسبا للوقت. كم صورة ترى في هذه الرسمة اللي لها في الرسم اللي لها في الشعر؟ يشوف اللي تبع رياضيات ومالية زي حالات أحيانا ما راح يشوف شيء. اللي حضر عندي دورات ليس هو شاطر ويرفع يده، لا عارفكم اللي حضر عندي، اختصروا المسافة. طيب تفضلوا نسمع. ستة. طيب أنا مشكلة لو الليزر يشتغل كان. طيب وين الستة؟ ستة أشخاص، ستة صور. آه أيوة، صورة الشيب الكبير. أيوة وهنا المرأة بفستانها. لا الحياة ما احنا اوادم فقط. اه في على اليمين هنا، طبعا لو كنا في قاعة اصغر كان ممكن نشافت اكثر. تمام. وفي في الزاوية هنا كذا تشوف صح، في شخصين. تمام. طيب ايش الهدف من التمرين هذا يا جماعة؟ ترى له رابط في قضية التسويق. التسويق قائم بالدرجة الاولى، بنعرف بنعطي بعد شوية تعريف. قائم ما هي الصورة الذهنية التي لديك للمنتج؟ قد تكون صورة ذهنية سلبية أو قد تكون صورة ذهنية إيجابية وقد ما يكون في أي صورة. لو أجيب منتج بيبسي يا جماعة الخير، إيش الصورة الذهنية؟ تختلف. في ناس ينظرون أنه منتج رائع ومروي للعطش، وفي ناس ينظرون لأنه منتج مضر بالصحة. صح، في من نفسه ما عمره سمع بيبسي مثلا. فهنا احنا نتعامل مع الصورة الذهنية لدى العميل وكيف احنا نسوق لها ونغيرها لصالح الشركة. طيب الهدف العام من دورتنا او محاضرتنا اليوم ان يكون الشخص قادر على التسويق الفعال بشكل قوي واسلوب حديث ويتغلب على التحديات التسويقية. طبعا التسويق يدرس في الجامعة 4 سنوات ويعطى دبلومات 2 سنين ويعطى دورات طويلة في 6 أشهر ودورات أقصر في 5 أيام 10 أيام. خلال ساعة إيش اللي ممكن نطلع مسوقين 100%؟ إيش تتوقعون خلال الساعة هذه بنطلع؟ ها مبادئ، مفاتيح، مفاهيم، صح؟ فأي محاضرة إحنا نعطي يا معرفة يا ممكن نكسب مهارة جديدة، نتعلم شغلة جديدة، ها، أو تعديل سلوك مفهوم. في بعضهم ما يقتنع بالتسويق، يرى أن التسويق كلام فاضي، فهنا هنا نغير بعض القناعات أو نعطي معلومات جديدة في التسويق. تمام؟ فهذه من الأشياء المهمة. من اللي عنده تخصص التسويق يا جماعة؟ يرفع يده كرما، سواء في الدراسة أو في العمل. ممتاز. من اللي سبق اشتغل في التسويق وغير يعني عنده خبرات سابقة، مو شرط من العمل الحالي. كويس. أهداف البرنامج معرفة أهمية التسويق في المنشآت الصغيرة بالدرجة الأولى، وسنتكلم بشكل بسيط عن المنشآت الكبيرة. إدراك أهمية العميل لأي نشاط تسويقي، هل العميل مهم ومدى أهميته بالنسبة للمنشأة. تمام. سنتكلم أيضا عن عملية التسويقية والمزيج التسويقي الفور بيس اللي نعرفها. الآن وصلت إلى 7 صارت، لكن احنا بنركز على 4 الأساسية. تمام. التعرف على أهم المهارات المطلوبة لخطة التسويق، التسويق المعاصر من خلال التسويق الإلكتروني. لو هذه المحاضرة تقدم قبل خلنا نقول 20 سنة، التسويق الإلكتروني ما كان من أبجديات التسويق. الآن صار جديد شيء إنه التسويق الإلكتروني جزء أساسي. التواصل الاجتماعي الآن، سألني واحد من الزملاء قبل ما نبدأ الدورة قال لي طيب السوشيال ميديا الآن صارت صح؟ صارت جزء أساسي. على حسب، خلنا نشوف، لكن صارت مطلب كيف نستخدمها، لكن صارت جزء أساسي من التسويق. التسويق التقليدي لن نتكلم عنه لأنه أصبح شيء معروف. احنا سنتكلم عن التسويق الحديث، التسويق الفعال. سنتكلم عن إذا سافنا الوقت التعامل في المواقف الصعبة ومشاكل العملاء.
تمام؟ طيب مفهوم التسويق، الفجوة التسويقية. طيب خلينا ندخل مباشرة مفهوم التسويق. إيش تعريف التسويق يا جماعة؟ ها اللي عنده معلومة، إيش تعريف التسويق؟ تفضل. فن ليش؟ فن البيع. فن البيع. آه هذا بنشوف في لبس. ها طيب نسمع. جميل ممتاز. تعريف آخر. معرفة احتياجات العملاء وتحقيقها لهم بتكلفة مناسبة للعملاء. ممتاز. بتكلفة أو بسعر؟ جميل ممتاز. ترى في خلط كبير وحناخذ بعد شوية الفرق بين التسويق والمبيعات. أنا أعطي أحيانا دورات في المالية، في ناس عندهم خلط بين المحاسبة والمالية، نفس الكلام في خلط بين التسويق والمبيعات. هم عيال عم بس مش أخوان. ها بنشوف كيف القرابة وكيف الوصل وكيف الارتباط بينهم. تمام. التسويق ببساطة وبنجي التالي بعد شوي، يبدأ من العميل وينتهي عند العميل. في السابق كنا احنا نسوي منتجات وعلى التصريف، يا رب الناس تشتري ما تشتري. تمام. لكن لأنه تغيرت معطيات السوق، صار وعي المستهلك أكثر، صار في منافسة، صار فصرنا نروح للعميل نقول له ايش ماذا تحتاج. فأنا أصمم المنتج من سعر، من منتج، من مواصفات بما يتناسب، وفي النهاية لما أبيع له اللي هو دور مش التسويق، دور المبيعات في إتمام البيع، أقول له إيش التغذية، إيش المشاكل، حتى إيش ما أتوقع منتج أبيع فيه 20 سنة وأتوقع أنه إيش لازم إيش يعني كيف تطور تغير، صح؟ فاللي عنده منتج مستمر على 20 سنة ثق تمام الثقة سيفشل. وأكبر مثال واضح بالنسبة لنا شركة نوكيا اللي طلعت من السوق، كانت يوم من الأيام نوكيا أعلى شيء في الدنيا. إيش سببها يا جماعة تعرفون؟ التطوير. ليش؟ لا لا كلام فاضي. إيش اللي ما فيه أزرار؟ كلام فاضي. هذا لعب عيال الأجهزة ذي التاتش، كلام فاضي. ما تواكبت مع متغيرات مين؟ سوق. طلعوا حتى المدير التنفيذي طلعوا يخرجوا وإيش يبكي. فالتسويق يا جماعة دراسة إحصائية أجريت، 50% من نجاح الشركات أو فشلها قائم على إيش؟ تسويق. 50%. خاصة للشركات الصغيرة الجديدة، من يدري عنك؟ أنا أقول لو تسوي أحسن شركة وتجيب أحسن موظفين وتجيب أفضل من منتجات، وبعدين خلينا أعطيكم مثال الشماغ. خلنا أعطي شيء قريب. الشماغ هذا صنع إيش؟ إنجليزي. هل الإنجليزي يلبسون شماغ؟ أوف عجيب. طيب على أي أساس حدد أنه لونه أبيض ولا أحمر؟ سؤال. وهم جالسين في بريطانيا قالوا خلونا أخضر على أساس أنه السعوديين ها لونه أخضر. شو رأيكم؟ هل كذا جلسوا ولا قالوا إيش؟ جو السعودية، صح؟ أعطيك مثال ثاني. المنتجات الصينية كيف غزت العالم العربي؟ جو، صح؟ ما قالوا لا احنا نعطيهم اي منتجات وهم يشتروا اي يشتروا، لا. ايش السبب بالاهتمام بالعميل يا جماعة الخير؟ ما السبب ما كان فيه اهتمام بالعميل وكان العميل يشتري ويلا وماشي الدنيا. ايش السبب؟ وعي العميل. كثرة المنتجات سببها مين؟ منافسين. شكرا. وجود المنافس أدب الشركات وخلاها إيش؟ دلل العميل. لأنه العميل إذا زعل يا جماعة حيروح لمين؟ منافس. حاجي بعد شوي مثال شركة اتصالات السعودية. إذا حد مضى في شركات اتصالات السعودية لا يزعل هذا، بس أنا أعطي مثال. قبل 15 أو 20 سنة إحنا اللي هنا في المملكة العربية السعودية رضا العميل ما كان الأولوية بالنسبة للشركة، صح؟ لما دخلت الشركات المنافسة صار خدمة العملاء، صار التسويق شيء إيش، صح؟ فهنا التسويق مطلب يا جماعة الخير. أنا أخسر عملائي بسبب أني ماني عارفهم ولا مهتم فيهم. فهنا طيب بس على الصامت تكرمون الثاني لو تكرمت. هنا مجموعة من الأنشطة المتكاملة التي تؤديها المنشأة لتسهيل عملية التبادل، هذا بإدارة التسويق.
في خدمة طلب. أنا لو بستعرض بس المثال، أعطيني الماركات، أعطيني الماركات اللي موجودة عندك في البيت من تلفزيونات، أعطيني أسماء ماركات. سوني، سامسونج، LG، صح؟ فأنت إذا بتشتري غسالة، بتشتري تلفزيون، بتشتري من الماركات اللي أنت إيش تعرفها. طيب في شغلة في التسويق، خلق الحاجة، خلق الطلب. كيف؟ يعني ما هي موجودة عندي وأصبحت شيء إيش الأساسي. أنا بعطي مثال وهذا دائما أقدمه في الدورات. مشروب الفمتو يا جماعة، متى نشربه؟ هل فيه دليل من القرآن أو من السنة أنه ما ينفع الصيام إلا بشراب الفمتو؟ ها؟ عرف من قاله؟ أجدادنا كانوا يشربون فمتو؟ إعلاناته إيش؟ سؤال، أصرح أشرب فمتو في محرم؟ مرة أنا جاني فضول نزلت السوق قلت خبر شوف فمتو موجود في السوق؟ موجود، بس في رمضان يصير يورد كميات. ليش؟ على مدى ايش؟ سنوات. انا احس اني في ساهر الحين بس. طيب جزاك الله خير استاذي، صح؟ طيب مشروب البيبسي، من اللي قال انه مشروب منعش وفي الصيف؟ من اللي قال؟ ها؟ يشربوه الدعاية، يشربوه لعيبة الكورة ولا المشاهير، صح؟ مع أنه أضر مشروب على وجه الأرض. أصلاً اللي يصمم المشروب البيبسي كان على أساس عصر الهضم. وللمعلومية ترى اللي يصمم منتج بيبسي مات فقير. بعدين بعد وفاته جت شركة واشترت المنتج واشتغلت على مفهوم ليش؟ تسويق. في شغلات كده مقدامز يا جماعة الخير. ليش منتشر ولها شعبية؟ شو السبب؟ مع أنه من أسوأ المأكولات صحياً، يسمونه جنك فود، عزكم الله، أكل فضلات أو زبالة ما يصلح، لا ما هو صحي ولا. وش الهدف؟ تسويق. ببساطة التسويق يا جماعة الخير أن تتخاطب إيش؟ عقل ومشاعر، صح؟ مسلمات. الآن إذا جاء رمضان لازم في مشروب فهمتوا وقس عليه شيء كثيرة، واضح؟ في القهوة نسكافيه يا جماعة الخير، كان أنا إذا بروح أخذ قهوة لازم القهوة بعدين أحط السكر بعدين الحليب. جاء منتج الآن، إيش السبب؟ إيش اللي خلاهم إنه يخلوه فيه؟ إيش السبب؟ رغبة العميل. أنا ببسط عليه، صح؟ وبعدين تيجي الشركات المنافسة تحاول إيش تقلد. فلازم أنا أكون مبدع في التسويق، ما أكون تقليدي. عشان كذا احنا قلنا التسويق الفعال اجيب شغلات ايش. اول بنك في المملكة العربية السعودية اصدر بطاقات الصراف عام 1988، من تتوقعون؟ لا، بنك سامبا اللي هو البنك السعودي الامريكي سابقا، وبعدين ثلاثة ايش بقية البنوك. كانت بالنسبة للناس حدث، اوه بطاقة ممكن، صح؟ واضح. فأي تقنية جديدة تحتاج تتطلب إلى إيش؟ تسويق، تسويق مكثف. واضح الفكرة؟ طيب هذا التسويق الحديث. طيب أنا عندي سؤال، متى أطلق على العميل أنه عميل لهذا المنتج؟ أفترض أن عندي مياه بيرين، متى أطلق أنه عندي عميل لها؟ إيش المواصفات أو المكونات التي حتى أطلق أنه هذا فيه له عملاء؟ تفضلي. عنده قدرة على الشراء وعنده إيش حال أو رغبة. إذا عندي عميل عنده القدرة المالية بس ما عنده الرغبة أن يشتري منتج معين، هل أطلق عليه عميل؟ لا. ممكن أطلق عليه عميل مرتقب أشتغل عليه في التسويق أبدأ أقنعه. طيب إذا عندي عميل له رغبة بس ما عنده إيش قدرة، عشان كذا طلع عندنا نظام التقسيط ونظام بالآجل، عشان إيش حقين التسويق عمره ما يقولون لا. كاش ما عندك؟ شبكة ما عندك؟ شبكة أقصى أهم شيء يمسكونك. التسويق شاطرين ما عندهم لا، الصوت كويس؟ شوفنا ما عندهم كلمة لا. ليش؟ يمسك العميل. طعم المنتجات الصينية، كان فيه وزير الاقتصاد الصيني
في التسعينات الميلادية، قال أتمنى أن أحصل على متر مربع في كل بيت عربي. الآن أي بيت عربي في العالم صار الحين أكثر من متر، يا غسالة يا ثلاجة يا تلفزيون منتجة وين؟ طب أقول يا جماعة الصين لا في ثقافة مشتركة ولا في لغة مشتركة ولا دين مشترك، بس اشتغلوا على مفهوم إيش؟ تسويق، وناس كثير. تمام؟ طيب، فهنا العميل حتى أقول أنه عميل لابد أن يكون عنده رغبة حقيقية وقدرة، واضح؟ عشان كذا لما أقول عملائي مش كل الناس، حنجي بعد شوية تقسيم العملاء، في عملاء في أي بي، في عملاء لحاجات معينة، في على حسب وش المنتج اللي تقدمه. طيب، التسويق يا جماعة ماذا يقدم بالدرجة الأولى؟ أنا أبيع مواصفات ولا أبيع، ماذا أبيع في التسويق؟ قد يكون خدمة وقد يكون إيش؟ منتج اللي هو سلعة، لكن أنا ما أبيع السلعة الحالة ولا أبيع الخدمة الحالة، أبيع ماذا؟ المنافع. فعندما أقول والله يا جماعة الخير هذا ماء، هذا بيع تقليدي، لكن إذا أنا بسوق لهذا المنتج ماذا أقول يا جماعة؟ ماذا أقول؟ يروي العطش، سهل الاستخدام، يستخدم مرة واحدة، حجمه. فهنا أبدأ إيش؟ طب أبهر الشغلة عشان أعطيها بعدها، أنا ما أبغى أبيعها بريال، أبغى أبيعها بعشرة، ها؟ ترى هذا يخفض السكر، الصوديوم فيه قليل، ترى الأملاح، ترى هذا اللي يرجع شباب 20 سنة وراء، أبدأ إيش؟ أعطيها شوية، ها؟ لكن التسويق فيه أخلاقيات، ما ينفع أقول أي كلام، لأن العميل لما يجربه مرة مرتين بعدين يكتشف يصير هذا التسويق إيش؟ ما في مصداقية، تمام؟ فهنا المنتج. طيب خلينا أعطيكم شغلة، تورط أخذ الشغلة ما فيها. من المستعد يشرب الماء هذه؟ أكيد؟ ليش؟ طيب، من المستعد يشرب الماء؟ ما في مصدر، مجهول. طيب، وهذه؟ ليش؟ إيش الفرق؟ يعني ما هي في النهاية هي قطعة بلاستيك ما تتجاوز النص ريال، ايش اللي فرق؟ صح. طيب لو جبتك براند جديد تبدا ايش؟ طيب لو شفت منتج معروف، مياه ندى، نوفا، القصيم، تاخذ انت ايش؟ لانه في ايش؟ صوره ذهنيه. فانت تربط علاقه بينك وبين مين؟ بس لما تعطيه منتج انت مين؟ ما أعرفك، صح؟ عشان كذا حنتكلم بعد شوية في المزيج التسويقي، في علامة تجارية تربطها لدى الناس، خلاص الناس ربطت هذه العلامة، في صار خلاص ما تحتاج أنت تتكلم كثير. طيب السؤال الأهم، ليش أنا دائما أسوي دعايات باستمرار إذا الناس التذكير؟ السبب ليش؟ منافسين كثير، بيبسي كل سنة وكل يوم وكل ساعة، ليش يا جماعة؟ لأنه فيه كولا 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 كولا، صح؟ وقس عليه شيء. فالتسويق لا تتوقع أنك تدفع في البداية وتجلس، خلاص الناس عارفين، ما يحتاج، الناس حتنسى، وفي أجيال جديدة حتيجي، صح؟ اللي كان يشتري جدي غير اللي كان يشتري أبوي، غير اللي أنا أشتري، غير اللي بيشتري ابني. فأنا لابد أربط إيش؟ علاقة. لا تنسوني ترى إحنا الدعايات هذه مستمرة مهمة، واضح؟ طيب سؤال مهم، قهوة، إن شاء الله أنا ما بردت، بريال، وقهوة ب10 ريال، وقهوة ب100 ريال، ليش؟ ما كلها قهوة. أكيد هذا ما اختلفنا، لكن إيش اللي يعطيني المبرر أن أبيع بريال وأبيع ب10 ريال وأبيع ب100 ريال؟ الجودة، البراند،
ها؟ ثقة العميل. طيب يعني هذا منتج تقول والله ما راح تدفع فيه ولا ريال، لكن إذا جبت علامة مميزة ممكن تدفع 5 و10 ريال مثلا كمنتج. القهوة يا جماعة الخير إذا أنت بتاخذها من بوفية، بس عشان أبسط المثال، هتاخذها بريال أو بريالين. إذا أنت بتروح في كافي 17 ريال و20 ريال تدفع. ليش؟ لأنه في منافع مكانية، في منافع نفسية، في بعضهم يشتري الماركة لأجل الماركة. ليش؟ أنا عندي الماركة الفلانية، صح؟ أنا عندي الجوال الفلاني، أنا عندي السيارة الفلانية. فهنا ما تشتري المنتج وإنما تشتري ليش؟ المنافع اللي معاه. فالمسوق ما يقول ترى عندنا منتج، يقول ترى عندنا كذا وكذا وهذه تعطيك وهذا تعطيك. طيب أنا بعطيكم مثال. في أحد شغل في الخطوط السعودية؟ طيب كويس. أنا بركب الخطوط السعودية، لا تزعلوا مني، أنا أعطي أمثلة تمام؟ بركب الخطوط السعودية وبركب الخطوط الإماراتية. كويس؟ وبروح أنا مثلا بروح لندن. أنا في النهاية بوصل إيش؟ لكن ليش أختار الإماراتية مثلا؟ أو القطرية مثلا؟ ما أختار مثلا ناس أو السعودية مثلا؟ المنافع. يعطوني خدمات إضافية، يعطوني مزايا إضافية طبعا. فهنا أنا كمسوق أسوق ليس للمنتج وإنما المنافع. ليش؟ فلما أعطي المنتج أقول ترى بتحصل على كذا وبتحصل على كذا، يصير المبلغ اللي يدفع العميل شيء إيش؟ ترى كل هالمنافع شيء بس. عشان دائما في البيع هذه نصيحة، لا تقدم السعر أول شيء. إذا أعطيت السعر أول شيء العميل إيش بيقول؟ السلام عليكم غالي ما يصلح. لكن قل له ترى كذا وها وفي ضمان ومدري ايش، كله هذا بس ب 1500 بس. فهنا ايش؟ اعظم المنافع مقابل قيمة. واضح الفكرة؟ طيب تعظيم الاستهلاك، تعظيم رضا المستهلك، تعظيم فرص الاختيار، وتعظيم وتحسين جودة الحياة. طيب الفرق بين وهنا اي الفرق بين التسويق والمبيعات. ما الفرق بين التسويق والمبيعات؟ اذا في فرق او شيء خلينا نتفق في فرق. كويس، ها فرق شاسع. طيب ما الفرق؟ اعطوني خلينا يعني نتشارك، ما الفروقات بين التسويق والمبيعات؟ تفضل. مع الزبون، مع العميل. طيب لكن البائع لا، مباشره مع الزبون، يعني هو اللي يبيع، لكن المسوق لا، هو اللي يرسم كيف طريقه البيع. يرسم طريقه البيع؟ اي. طيب اوكي، نسمع راي اخر. الفرق بين، تفضلي. التسويق طويل المدى، خطط استراتيجيه طويله المدى، المبيعات قصيره المدى. مبيعات قصيره المدى. تفضل. ايوه يا سلام. يعني التسويق يسبق العمليات أم العمليات تسبق التسويق؟ تسويق. أقول لكم يا جماعة ترى فيه حفل أو فيه حدث معين وإحنا نسوي إعلانات وبروشورات، بعدين لما يجون الناس للمكان بيع التذاكر هذا يعتبر إيش؟ مبيعات. فالتسويق الجيد الناجح سيكون لدي مبيعات ناجح. التسويق الضعيف السيء سيصعب المهمة، حتى لو جيب أحسن ناس في المبيعات سيصعب عليه مهمة البيع. البداية التسويق. واضح الفكرة؟ طيب طيب السؤال، هل التسويق علم أم فن؟ كل الاثنين صح؟ ما يدرس بالجامعات ما يعطى بالدورات يعطى العلم. طب والفن؟ أنت مهاراتك وسلوبك. أنا ممكن أعلم ابني ولا أخوي الصغير لعبة الشطرنج، في أساسيات في لعبة الشطرنج، لكن ممكن يغلبني. ليش؟ لأنه عشق الفن، صار فنان أحسن. فاللي يعشق التسويق يأخذ مبادئ العلم، لكنه بعدين مهاراته يكون أحسن من أساتذته. عشان كذا ميزة التسويق ليس أكاديمي، شيء في الميدان. في ناس لا دخلوا دورات ولا قروا كتب، لكنه بالفطرة مهارات عنده، لكن يحتاج إلى الجانب العلمي حتى إيش؟ يقوي الجانب. عنده مهارات بس يبغى لها صقل، فالجانب المعرفي يسقل مهاراته. طيب هذه الفروقات. المبيعات تركز على المنتج، بينما التسويق يركز على من؟ على عميل بالدرجة الأولى. تمام. المبيعات تركز على حجم المبيعات، التارجت لازم أبيع 1000 قطعة 2000 قطعة، لكن التسويق يركز على الأرباح
طويلة المدى. المبيعات طبعا قصيرة الأجل والتسويق طويلة الأجل. طيب تعريف السوق يا جماعة، ما هو تعريف السوق؟ المكان الذي يحدث فيه تبادل ماذا؟ منفعة. أيوة رجعنا على كلمة المنفعة. منفعة إيش؟ متبادل بين من ومن؟ بين العميل ومقدم، إن كان بائع أو مقدم الخدمة. طيب في السابق كان مثلا سوق الأثاث، سوق الذهب، سوق صح؟ الآن هل السوق مكان أو زمان؟ خاصة مع التقنية الآن صح، مكان افتراضي، يعني ممكن ينافسني واحد في الصين وأنا هنا، أوف، ممكن ينافسني واحد جنبي وأنا ما أعرفه ولا عمري شفته صح؟ عشان كذا دائما أقول يا جماعة التسويق في السابق كان أبسط، سوق محدود والناس محدودين، يعني لو أنا في الرياض ما خلاص كل أهل الرياض اللي عندي والبياعين معروفين وانتهى الموضوع، لكن الآن لا ما فيه سوق. إيش أبغى يا جماعة الخير؟ تعطوني منتج محلي في بيوتكم، كثير ولا معدودة؟ مقارنة بالمنتجات اللي إيش خارجية صح؟ طيب ليش ما احنا نفكر، وهذا بنجيه في نهاية المحاضرة، ليش ما نفكر أن المنتجات الوطنية تنافس وين؟ أروح أنافس أنا في الصين، أقلب عليهم الطاولة. طب لكن يبغى لها إيش؟ فكر تسويقي، يبغى لي أروح الصين وأعرف كيف يفكرون وكيف صح؟ اللي استطاعوا يسوقون منتجاتهم في عقر إيش؟ دارنا. واضح الفكرة؟ طيب السوق يشمل على عناصر مهمة، يشمل على المستهلك والمنتج والمنافس والمورد والموزع. من أهم عنصر في عناصر هذا السوق؟ مستهلك. متفقين؟ طيب لو ما في مستهلك ما في سوق صح؟ بجيب أحسن بضاعة وأجيب أحسن ناس، ما في مستهلك يصح؟ عشان كذا أهمية العميل، إذا أنا عندي إدارات وإذا عندي مدير وإذا عندي مجلس إدارة، وين موقع العميل؟ لو جاني كلام من رئيس مجلس إدارة وطلبية من العميل، من له الأولوية؟ فرض العميل، إذا إحنا نفكر بطريقة احترافية. واضح؟ لأن العميل هو السبب بعد الله سبحانه وتعالى. عندنا مبدأ في الشركة، إذا جانا أمر من الإدارة وأمر فيه طلبية زبون، نقول يا معلش الزبون أولى. شكرا. أنا ما بقول عشان ما تعب الناس، لأن كلمة توجع شوي، لكن فعلا عشان كذا يقول دلل عميلك. أنا مرة قبل أسبوعين رحنا العميل وأخذت معي أخوي أساس يعني درب في التسويق والمبيعات يعني. فجلس مع العميل بعدين خلصنا قال وين العميل؟ يحسبنا لسه باقي ندخل عليه، يحسب اللي قاعد يسولف معاه انه واحد صاحبي. قلت هذا العميل؟ قال لي هذا والاتفاقيات والمبالغ والشيكات. قلت ايه، لاني بنيت ايش؟ علاقة. عشان كذا بنيجي بعد شوية في قضية المبيعات، مو شرط كل زيارة لازم تبيع، انت تبني ايش؟ احنا نتكلم عن مشاريع مستدامة، اذا انت صفقة تبيع وتمشي اقول لك ممكن غلط صح تمشي، لكن اذا تبغى مشروع مستديم لازم تبني ايش؟ جانا احد العملاء قبل فترة عشان عمه، جانا قبل 20 سنة على ايام الوالد ها في ادارة، قال والله عمي ذكر انه شركتكم في المنتج كذا وانا جايكم. احنا بنينا ايش؟ اجيال. فهنا ربط علاقات مع القاعدة او مع الجمهور الذي تتعامل به. طيب فالمستهلك اذا مهم. طيب ايش يهمني؟ اني اعرف المستهلك لابد ان يكون عنده ايش؟ ذكرناها سابقا، القدرة والرغبة. فأنا بنتكلم بعد شوي في المزيج التسويقي، ما أضع السعر كيف ما شاء والشكل كيف ما شاء والطريقة اللي تعجبني أنا كشركة، أضعها بمواصفات مين؟ مستهلك صح. وإذا في تغيير في شغلات متطلبة غير. واضح الفكرة؟ التنويع مطلب. أعطيكم الآن شاشات اللي كانت، التلفزيونات اللي كانت 3 متر وراء وينها؟ الحين إذا جانا مقطع في الواتساب الله زمن الطيبين، بس ما التسويقين ما تصلح. ليش تغيرت؟ تغيرات إيش؟ لو جيت أنا ربطت رفضت، لا أنا أحب التقليد وأبيع، ممكن 3-4 أنا لازم أكون مع ليه الرغبة.
والتغيرات. لازم يكون عند المرونة. بعد شوية بنيجي في المنتج في شيء اسمه حياة المنتج. المنتج هذا له عمر افتراضي سنتين ثلاثة خمسة، بس بعدين انتهي، يأتي بعده ايش؟ منتج آخر. واضح الفكرة؟ طيب المنتج سنتكلم عنه أيضا بشكل مفصل. ما هو المنتجات؟ في عندنا منتجات أساسية، في عندنا منتجات كمالية، في ها؟ في شغلات إضافية، في شغلات. طيب أنا أعطيكم مثال. اللبن يا جماعة الخير، ليش في منه أحجام؟ في شيء اللي بريال، في شيء اللي بلتر، وفي شيء بجالون، وفي مرة يا جماعة والله بدون مبالغ، بس إنه شكله ما أطول، لقيت جالون لبن 5 لتر، كذا حسيت إنه واصله معه. ها هذا يصلح للعائلات اللي إيش؟ ممتدة. طيب إذا ناس مجموعة ممكن يأخذون إيش؟ والبيبسي يا جماعة في حجم عائلي، ليش السبب؟ ليش؟ ليش احنا في المملكة العربية السعودية مطاعمنا فيها القسم عوائل؟ ثقافة لازم اراعيها، ما اقول اضرب ثقافة المجتمع عرض الحائط واقول لا انا لازم اراعي ايش؟ ثقافة المجتمع عشان انجح تسويقيا يا جماعة. الصين ما غزتنا عسكريا، غزتنا ايش؟ التسويقيا خلينا نقول عشان ما تسويقيا. تفضل. ما شاء الله. دخلت عندي يعني اكثر من 15 سنه قرات التقرير. جميل. لقيت البيت كله بقى يعني شايف كيف؟ انا مش مصدق لقيت كل البيت تقريبا مطبخ لا عديد المنزل. ايوه وقطع الغيار من عندهم نبلش. طيب لو خربت شغله خلاص صح؟ طيب. رقم 3 المنافس. ايش اهميه المنافس في السوق؟ الجودة، خدمة العملاء. طب أنا بفترض شغلة، لو لم يكن هناك منافس كذا مش ارتفاع الأسعار. طيب التسويق إيش أهميته إذا كان ما في منافس؟ ما أحتاج تسويق، تبغى ما تبغى بكيفك، ما في إلا أنا صح؟ زي الشركات ها سم تفضل. ليش؟ ايوه اشكرك. يصعب عليه الدخول، هذا عنده فكر استراتيجي. اعطيكم مثال، شركه اي بي ام في الثمانينات اي حد عشان ما يصير دخول المنافس يصير صعب عليه. اعطيكم مثال، شركه اي بي ام كانت في الثمانينات من الشركات الكبرى في مجال الكمبيوترات، وجت شركه مايكروسوفت على استحياء تبغى تنافس لكن مش في الاجهزه الكبيره للبزنس بي تو بي بزنس تو بزنس، للكمبيوتر الشخصي للكاستمر اند يوزر. فشركة اي بي ام كانت نفس فكرة نوكيا، لا للعبة يعني من اللي يحتاج، احنا هذا الشغل كله في الاجهزة والاجهزة الكمبيوترات. اخترقت مايكروسوفت بهدوء ايام كان ستيف جوبز كان شغال فيها تمام، وسيطروا على شريحة اضطرت انه اي بي ام بعد فترة تطرح منتجات كمبيوتر شخصي حتى تجاري ايش فالمنافس يا جماعة الخير مفيد للمستهلك، مفيد للشركة، وصحيا للسوق حتى يكون في ايش؟ ما يكون في احتكار للبضاعة، ما في ارتفاع للأسعار، ما في جودة متدنية. ها؟ ها؟ أو دلال المستهلك. أنا بالعكس لما يكون عندي أكثر من خيار أختار، يكون صحي وأفضل والمنافع تتزاد. تعال الشركة الفلانية احنا نعطيك احنا نعطيك احنا نعطيك احنا نعطيك صح؟ وقس عليه شيء كثير. فلا تتوقع إذا أنت بدأت مشروعك أنك أنت الوحيد أو أنت الأقوى أو أنت الأفضل. منافسينك إذا لم يكن معك في نفس المدينة سيكونون إيش؟ حواليك. واضح الفكرة؟ طيب المورد والموزع طبعا شيء أساسي. طيب في أسواق طبعا استهلاكية اللي هم لعامة الناس اللي هم يسمونه إحنا الإندر يوزر، ها
اند يوزر، في اسواق صناعيه اللي على مستوى الشركات مستوى المصانع، هذا برضو لها تعريفات. المشكلة أن الدورة هذه أعطيها في 5 أيام، فأنا بحاول بقدر الإمكان ألملم الموضوع. في أيضا هرم الحاجات الإنسانية بالنسبة للناس، لازم أعرف الناس إيش الحاجة التي لم تشبع. أنا بعطيكم مثال يرحمك الله، لو أقول لكم يا جماعة عندي خدمة معينة، خلنا نقول مثلا أنا بعطي عروض سياحية مثلا للإقامة في مكة 3 أيام فطور مثلا وفي تذاكر السفر اذا هذه الوعود وانت جيت بعد ما حصلت على هذه الخدمه وكان الوعود اللي اعطتك اقل من توقعاتك، كيف الرضا؟ سيكون غاضب ساخط، لانه يقول انت قلت لي وفي في الاخير ما حصلت اللي ايش سيكون. طيب لو كانت وعودي مطابقه لما وجدته لما شاهدته سيكون هنا ايش في رضا، والله فعلا انت كنت صادق، فعلا حصلنا الحج كويس ونظيف والخدمه كويسه والاسعار كويسه، ما صار عندنا اي مشكله. طيب لو كان الذي وجدته احسن مما كنت انت تتوقع، في ولاء. ايش معنى ولاء؟ يعني الزبون هذا يقول خلاص. فهنا أنا لما أربط بشيء، هذا خطير في التسويق يا جماعة الخير، إني دائما أعطي الزبون شيء فوق ما يتوقع. السوق يعطيك ضمان سنة، أنا أعطيك سنتين. في عندك مشكلة أنا بس إيش أربط ولا واضح. طيب فهذه من الحاجات اللي أنا أشوف إيش إن عند الناس من حاجات وأعطيهم إيش. مايسترو كان عندهم بيتزا، طبعا كان عندهم شغلة إنه خلال 30 دقيقة توصيل، إذا ما وصلك الطلب فالطلب إيش مجانا. من اللي كان متوقع؟ بعدين كل الشركات حاولت تتقلد، خلاص راحت، صار الأولوية لمين؟ للأول. تمام. طيب خلونا بس ننظر فيها كده 10 ثواني بعدين. أعطوني الماركات هذه، من اللي ممكن يشارك؟ كل واحد يعطيني يعني ماركة ويقول لي وش مجالها. ها؟ كود الوجبات السريعة. كود الوجبات السريعة. طيب ها تفضل. دانكن دونت في مجال كافي. تعاوني التأمين كويس. البيك غني عن التعريف صح؟ ها هي الركن الأساسي في العمرة والحج، الركن الخامس يعني صار جزء من ثقافة المجتمع. ما تستطيع. أنا في أحد المدن لقيت البيك بس ما لقيت عليه زحمة، قلت والله فرصة فاضي خلني أروح. لما قربت لقيت البيه وليس البيك، ماخذ نفس الألوان نفس الكتاب، بس قانونية ما حد يقدر حاجة، لأنه زي فوال الطائف عندنا اللي يعرفون فوال الطائف، كله طائف، ركن الطائف زاوية الطائف، لكن الاسم ولا ما أدري الأصل، ما أدري شكله مات راح. طيب العلامات التجارية ما تأثيرها على المستهلك؟ احنا ما قلنا قبل شوية ولا الآن لما أقول لك كودو ولا محل، بسميه محل شرق، تروح كودو ولا محل شرق؟ تقول له الشرق. لسه المنتج الجديد ما ربطت إيش صورة ذهنية، ما في ولا ما أعرف صح. لما أقول لك والله تسافر دبي ولا أقول لك تسافر في مدينة في كازاخستان، وين تروح؟ ليش؟ ولا مثلا تركيا مثلا، ليش وش السبب؟ معروفة لأنه في تجربة سابقة، في دعايات سابقة، فالجديد دائما يواجه إيش تحديات، خاصة في وجود إيش ماركات منافسين كثر. تمام. طيب تحليل البيئة اللي هو تحليل سوات، هذا شيء مهم. أنا لما أبدأ يا جماعة خلينا نرجع خطوة، أنا لما أبدأ أكون ضمن بيئة مؤثرة، بيئة اقتصادية، بيئة سياسية، بيئة تقنية، بيئة اجتماعية مؤثرة. قبل تقريبا 7 أو 8 سنوات لما صار في الدنمارك إذا ماني غلطان أو هولندا الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم برسومات
مسيئة. صار في ردة فعل من المجتمع المسلم والمجتمع العربي أنه ما نبغى هذه المنتجات. إيش صار بالنسبة للشركات الدنماركية؟ أبوكم الوكلاء هنا يقولون لا إحنا بولندية إحنا ألمانية، أساس إيش؟ صار في تأثير ردة فعل. هنا لا الحكومة تدخلت ولا الاقتصاد تدخل، هنا ردة فعل المجتمع، صح؟ ونفس الكلام لو أنا عندي منتج مرتبط بمجتمع بثقافة، منتج ما زمزم يا جماعة الخير، ها؟ لو أنا بسوق له للمسلمين شو رأيكم؟ يمشي لأنه ارتباط. ولو بسوق له في رمضان ولا في الحج، أوه في ارتباط. عاد نكمل، ها؟ واضح؟ طيب افترض أنا مثلا لو القوة الشرائية الآن احنا في وضع اقتصادي، ها؟ لو القوة الشرائية انخفضت ايش يصير؟ لا بالنسبة يأثر على المنتج، يعني لو المحروقات زادت، لو أسعار الكهرباء زادت، لو ايش بيأثر على المنتج النهائي؟ بيرفع السعر. لو رواتب الموظفين زادت، لو الإيجارات زادت، ايش بتأثير على المنتج؟ هنا دور التسويق انه ايش؟ يقول لك صح زادت بس احنا زدنا منافع عشان ما يخليك ايش؟ ها؟ يا اخي زاد لا ما راح ازيد. واضح؟ اعطيكم مثال. المراعي نادك الصافي منتجات ضخمة في مجال الألبان. جت شركة اسمها المزرعة، الكلام هذا قبل 15 سنة. منتج غير معروف، شركة صغيرة. كان اللتر ذيك الأيام اللتر الواحد بأربع ريال، جت الشركة هذه الصغيرة قدمت اللتر بكم؟ 3 ريال. فلما يجي المستهلك عادي وطالع يقول يا أخي كله لبن فرق ريال، خلني أوفر، بدل ما يأخذ علبة يأخذ علبتين. الشركة في أول شهرين اللي هي المزرعة ارتفعت. ردت فعل الشركات الكبرى إيش سوت؟ قالت لا كويس الله يعطيهم العافية خلوهم منافسين يلا، ولا إيش؟ نزلت السعر، اتفقوا طبعا الكبار على هالصغير ونزل السعر 3 ريال. في خلال 6 شهور الشركة مع السلامة سكرت، صح؟ وبعدين الشركات هذه بعد فترة رجعوا 4 ريال، خلاص أهم شيء طلعنا. فالظروف يا جماعة الخير مهمة تؤثر، ما أقول والله لا ما أهتم بالظروف الاقتصادية، ما أهتم بالظروف الشمال، مهمة. واضح الفكرة؟ التقنية نوكيا ليش خسرت يا جماعة الخير؟ هل كان مشكلتها مالية؟ موارد بشرية؟ إيش السبب؟ ما أعطت التسويق والعميل أهمية، قالت لا كلام فاضي، وعرضت الشركة الفلاس وباعت. فالتسويق مهم، فالتقنية لازم أنا واكب التقنية. اللي الآن شغالة يا جماعة الخير في مجال معين لازم يعرف إيش المنتجات الجديدة اللي حتيجي. الحين إحنا مو طايرين في الآيفون والجوالات، ثق تمام الثقة إنه بيجي منتج يوم من الأيام حيروح. وتذكروا كلامي ذا. اللابتوب شوي شوي يبدأ إيش؟ فلا تتوقع إنه التقنية لا حتأثر. واضح الفكرة؟ الأثاث، الموكيت، وين الموكيت؟ كويس الغرفة تجري فيها موكيت. أوكي. الحين باركي وما أدري إيش، وينه؟ صح؟ اللي كان يوم من الأيام شيء أساسي. فالتقنية، تأثيرات الناس، التشريعات، أشياء مهمة يا جماعة في التأثير على البيئة التسويقية. هنا زي ما ذكرنا في أسواق استهلاكية، أسواق صناعية هذه اللي تستهدف المؤسسات والقطاعات الحكومية أيضا. طيب في المنتجات، في المنتجات الميسرة، في المنتجات اللي هي الكمالية التسويق اللي هنا تكون الأسعار متفاوتة، لكن ميسر مثل إيش؟ صح؟ الألبان، المخبوزات، الأشياء الأساسية استهلاكية. في التسوقية مثلا الساعات، المجوهرات، الأشياء الكمالية اللي هنا أنا ممكن على المشاعر وعلى العلامة التجارية ممكن أزيد وأنقص على حسب. فيه منتجات خاصة لفئة معينة أو مواسم معينة، صح؟ وفي عند المنتجات الاضطرارية اللي لا سمح الله اللي صار طبية مثلا، صار عنده مشكلة، اللي مصابين بمرض السكر أو أمراض معينة أو مشاكل معينة، يكون عنده منتجات ما أجدها إلا في هذه الفئة. قطع الغيار وين؟ اضطرارية. لا
ممكن خاصة ممكن أخليها التسوق. هل هي إكسسوارات ولا هي أساسية؟ أساسية. أساسية لا تكون خاصة ليست اضطرارية. طيب شوفوا هنا لما أرجع بس خطوة، الولاء إيش؟ تايد يا جماعة الخير قبل 10 سنوات فكروا أنه غيروا الشعار واللون بعدين هونوا. ليش؟ هذا لا تغير، تخيل بكرة يغيرونه يصير أصفر ولا أخضر، هذا تايد. الخطوط السعودية وش كان شعارها القديم؟ خلينا نشوف الطيبين يلا. أخضر. جلسوا سنة كاملة الأخضر والأزرق في الدعايات إلين ها بعدين أزرق. التغيير يا جماعة الخير يؤثر على الناس، فعشان الناس ها يبدأ بعدين ما تجي يوم وليلة تقول والله بغير كل شيء، أنت مربوط بولاء الناس كيف تغير؟ ما نبغى احنا شدينا عليهم في البداية، أنا ما أبغى أما سنتكلم كشركة لو أنها منافسة لا مهمة. صح واضح. أعطيك مثال الصافي 3 مرات غيرت شعارها، من اللي يتذكر شعارها من الأول؟ واحد كذا لا أخبر كورة أنا ما أدري صح ولا لا. عندهم سياسة إن كل 10 سنوات يغيرون الشعار، ما أدري عندهم سياسة ما أقدر أقول غلط، بس كل 10 سنوات مو كل 2 أو 3. المراعي غيروا قبل 2 أو 3 سنوات صح، بس التغيير يا جماعة الخير لازم يكون مدروس. واضح الفكرة؟ طيب فهذا على أساس قضية حتى الأسعار لما أرفع السعر ولا نزله ها ما يكون عبث. طيب الوقت يدق نافس. طيب أنا بروح لشيء اسمه المزيج التسوق، تحليل SWOT اللي هو ببساطة تحليل وضعك، نقاط قوتك التي تمتلكها، قد يكون العلامة التجارية التي لديك، قد يكون العمالة التي لديك، قد يكون الموقع، الخبرات التراكمية التي لديك، نقاط الضعف، قد يكون التقنية التي لديك ليست مهيئة للمنافسة، قد يكون أسعارك مرتفعة، قد يكون الجودة ليست بذاك المطلوب، الفرص، زيادة الإنفاق الحكومي، زيادة عدد شرائح المجتمع، زيادة عدد السكان، زيادة الطلب أيا يكن، والتهديدات دخول منافسين، قرارات حكومية، شغلات مهمة. واحدة من القرارات اللي ممكن هنا إنه مثلا محلات تقفل الساعة 9 مثلا، هذا ما زال يدرس، إيش تأثيره علي أنا كصاحب أو من يشتغل في مجال المحلات أو في مجال المشاريع الصغيرة؟ أكيد تأثير إيجابي سلبي. هذا الأسواق اللي هو المولات بالضبط. طيب أرجع أروح للمزيج التسويقي. ما هو المزيج التسويقي يا جماعة؟ وهذا يعني أختم فيه محاضرتنا. 4 بيس. أنت زي التسويق ماركتينج. أوكي لا أعطيني التعريف ها تفضل. يا سلام أحسنت أحسنت ليشبع. يا سلام ممتاز. ببساطة هي الخلطة أو الوصفة أو الخطة السحرية اللي بقدمها لمين. طب الخلطة هذه شو مكوناتها؟ قالوا المنتج والسعر والمكان والترويج. احنا لما نقول تسويق دعايات، دعايات جزء من الترويج والترويج جزء من التسويق. اللي اختصر التسويق قال انه مجرد دعايات لا، التسويق مفهوم اشمل، التسويق تخطيط وتسعير وبحوث ودراسة عملاء واشياء كثيرة. طيب اول جزئية في المنتج نمر عليها على السريع، المزيج التسويقي. طيب في دورة حياة، ها المنتج هذا في تقدم في النمو النضوج والتدهور. المحلات الكبائن الهاتف يا جماعة الخير وينها الان؟ صفحة الجوالات. الفاكسات صح؟ في كثير منتجات جيدة تقنيا لكن حياتها ايش؟ انتهت صح؟ النظارات هذه ستنقرض يوم من الايام، يصير في تقنية جديدة صح؟ طيب النمو عندنا مثلا الجوالات الان
واصل مش النمو، واصل ايش؟ النضج، صح؟ عندنا الان تقنيات جديده للكاميرات المراقبه، تعتبر ايش بالنسبه للسوق السعودي؟ في مرحله النمو. وقس عليه اي منتج. اذا انا شغال في التسويق يا جماعه الخير، دوري يكون بالدرجه الاولى وين؟ في اي مرحله؟ تقديم النمو. اذا في انحدار اعيد اغير المزيج التسويقي، تطوير. فاللي كان مثلا كباين هاتف خلاه مقهى انترنت، وبعد فتره مقهى انترنت خلاه كافي شب، فانا زي ايش اغير، صح؟ طيب هذا بالنسبه للمنتج. في عندي ايضا قضيه التسعير. سؤال، هل التسعير شيء بسيط في قضيه التسويق؟ ها، اخطر شغله. هل انا سعر بناء على التكلفه واحط مربح؟ هل انا سعر بناء على السوق؟ اول شوف من هو العميل. في عميل اذا اعطيته بسعر منخفض يقول له لا ما ابغى، صح؟ وفي عميل اذا اعطيته سعر عالي يقول لا ما يهم، صح؟ فما في سعر عالي وسعر منخفض، في سعر مناسب وغير مناسب. طيب سؤال، ليش احنا نحط تخفيضات 70%؟ ترويج، هذا جزء من الترويج. طيب ليش انا احط 999 ريال اقساط سيارات طق ويلا؟ ليش ما احط 1000 ريال؟ امريكان اخطر منا، 999 فاصل هناك 99 عشان عندهم السنتات. حاجه نفسيه. الاسعار يا جماعه قضيه مهمه، طبعا شيء اساسي انا في التسويق لابد اني اغطي تكاليفي ويكون عندي هامش ربح، لكن هامش الربح لازم يكون ايش؟ يتناسب مع سوق مع المنافسين. اذا انا ابيع منتج ب 10 ريال وفي السوق يباع ب 3 ريال انا معناته انه ايش؟ الا في حاله واحده، المنافع التي اقدمها اكثر من ايش؟ فاقول له انا سعري غالي بس انا اعطيك منافع كذا وكذا، يصير في شيء ايش؟ مبرر واضافي. بس اذا انا اعطي نفس منافع المنافسين لا خليك، ما في مبرر وبخسر حصتي السوقيه. هذا بالنسبة للتسعير. طيب في عندي التوزيع والمكان. اختيار المكان مهم يا جماعة، ان يكون قريب ممن، احيانا احتاج الى شخص وسيط، قد يكون تاجر تجزية، قد يكون تاجر جملة وتجزية. لكن خلني اعطي مثال، لو انا مستشفى، ايش المشاريع اللي ممكن تخدم المستشفى؟ صيدلية، ورد، كافي شوب، حلويات. فأنا قريب من عميل لأنه سيحتاج هذه الخدمات وهذه المنافع وهذه المنتجات. طب لو أنا بجانب جامعة، مكتبة، خدمات طالب، المكتبية، ها، كافي شوب، شقق عزاب، سكن، صح؟ فالمقصد طبعا في سياسه انا دائما اعطيها في الدورات، هل انا اكون قريب من المستهلك يعني بجوار المنافسين ولا اكون بعيد؟ في مزايا وفي عيوب، حنجاوبها اذا حاب منكم في المناقشه ممكن نجيب عليها. طيب هذه ببساطه التسويق علم كبير صراحه، وما نقدر نختزله زي ما يقولوا في ساعه، لكن التسويق في حياتنا. انا بعطي هذا مثال واختم. لو في ثلاثه اصحاب طالعين ها بيروحون مطعم، ففي واحد يقول والله خلينا نروح مطعم هندي، واحد يقول خلينا نروح مطعم شامي، والثاني يقول خلينا نروح مطعم ايطالي. الحين كل واحد للمطعم اللي يحبه ايش قاعد يسوي؟ طيب خلاص مطعم ايطالي، اي مطعم، في مطعم بياتو، في مطعم فركيتو، في مطعم مدري ايش، يبدا هنا ايش؟ صح. طيب ايش انا مش على هنا يقول والله شوف ذلا اكلهم كويس وخدمتهم كويس، انا اعرض ايش؟ المنافع، وترى التكييف عندهم والاثاث عندهم، ابدا اتكلم، فانا مسوق خطير ترى، ومصداقيتي لاني انا زميل اقوى من مصداقيه، فانا ممكن استغل العملاء انهم يسوقوا لي، اذا خدمت كويس هو يسوق لي بلاش، شكرا، وورد اوف ماوث. والعكس صحيح، لو طلع من عندي زعلان ولا تقرب على المطعم، يمكن انا في حياتي ما رحت على المطعم، بس خلاص ثقه ابراهيم ليش اروح؟ واضح. فالتسويق يا جماعه فيها جانب انساني، فيها جانب فن، فيها جانب علم، ها؟ عشان كذا من يتلذذ في التسويق مطلب وشيء أساسي في حياتنا. أنا أختم دورتنا
بالشكر للجميع. خلونا بس أنا في مواضيع صراحة أحببت أني أتكلم عنها لكن الوقت لن يسعفنا. التقنية أحيانا ما تخدم صح؟ مشكلة. طيب أنا بوصل للشريحة الأخيرة. هذا أيضا التسويق الإلكتروني يمكن من هنا أسرع. طيب هل في دكتور أنه ممكن الشرائح أو نسخة أو نضعها في موقع أو شيء ولا أو ترسم؟ ما في. طيب هذا للتواصل تمام مستقبلا. ممكن أحيانا في القاعة ما أجيب على كل التساؤلات ما بعد الدورة. طبعا أنا عضو لجنة التسويق دائم مع الدكتور تمام. قاعد أسوي تسويق صح؟ أنا كذا انتهيت. الميكروفون للدكتور تفضل. الحقيقة أتوقع استفدت من الأستاذ الحارث معلومات دائما قيمة وطريقة شرحه وعرضه وتوصيله للمعلومة دائما بشكل جيد، وهذا من الأشياء اللي يعني قدمته من ضمن السعوديين المميزين في الفترة الأخيرة في مجال التدريب. الآن طبعا بنترك الدور لكم الآن في الأسئلة المباشرة فيما يخص التسويق. أي سؤال لكم يعني ما نبغى ندخل في موضوع اللي هو المجارات أو إطراء على موضوع المحاضرة، نبغى أسئلة مباشرة مقننة للاستفادة من الوقت المتبقي لكم، فتفضلوا. ايه تفضل. ابغى استفسر بالنسبه للتسويق المدفوع عبر السوشيال ميديا. المايك لو سمحت. ابغى اسال عن خبرتك في التسويق المدفوع عبر الانستغرام وتويتر. هذا السؤال سرت فيه من احد الاخوه، كويس انه غششني على اساس انه لما يكون عندك سؤال مسبق. هذا واحده من وسائل التسويق. وعلى حسب وش المنتج اللي ستقدمه. بمعنى أحيانا في ناس يسألوني هل التسويق في الصحف يكفي؟ هل التسويق في التلفزيونات يكفي؟ هل في الإذاعة؟ وعلى حسب شريحتك. إذا كانت شريحتك من يستخدمون السوشيال ميديا كانوا بها، لكن إذا أنا مستهدف مثلا شريحة المتقاعدين مثلا على سبيل المثال أو الناس اللي ما لهم علاقة بالسوشيال ميديا، هذه نقطة. النقطة الثانية، هل تكفي لإيصال ولا أنها تكون واحدة من الوسائل؟ إحدى الوسائل. قضية التسويق لا أستخدم وسيلة واحدة، لابد يكون عندي تنوع في استخدام الوسائل. فهو جيد لكن من الشريحة المستهدفة ولا يكون الوسيلة الوحيدة. نعم. الأخوات في سؤال؟ هل عندنا سؤال؟ طيب تفضل. الله يعافيك. هل يوجد فرق بين تسويق المنتجات والخدمات؟ لأن أغلب اللي قبل شوي كان عن المنتجات. طيب هل في فرق بين وبين الخدمات المقدمة للناس؟ جميل. احنا نتكلم في قضية التسويق، احنا لا نسوق للمنتج أو الخدمة، أنا أسوق لماذا؟ للمنافع التي معها. فأنا مثلا لو أتكلم مثلا عن خطة الإماراتية ماذا ستكلم؟ لا نتكلم أنه طيارة سعتها 250 راكب لا، هذه مواصفات فنية لا نتكلم عنها. سأتكلم عن ماذا؟ المنافع التي في مثلا شاشات وفي راحة وفي مثلا لما يقدمون الخدمة يتكلمون عدة لغات، هنا أعطي إيش؟ في دقة في المواعيد، في أريحية بالحجوزات، ممكن هنا أعطي منافع. فسواء منتج أو خدمة أنا أسوق للمنافع، ما في أي فرق. نعم. هل عندي سؤال؟ تفضل عندك واحد. اوكي السلام عليكم. بالنسبه دكتور للولاء في الفتره الحاليه نشوف اغلب الشركات تركز عليه اللويالتي اللي هو ولاء العميل، بحيث انه يكون استثمار مع العميل انه يبقى معه طول الامد. فودي تشارض اي تجربه شفتها انت ناجحه. جميل. شركه ماكدونالدز في بدايه التسعينات الميلاديه تعرضت لحمله، طبعا الكلام هذا في امريكا،
ان منتجات تستخدم مواد ضاره بالصحه، وان المنتجات اللي تستخدمها اشياء غير مفيده يعني ما في اعاده استخدامها، يعني مضره للبيئه. فدفعت الشركه، وهذه ممكن ترجع للمراجع، دفعت الشركه ما يقارب 100 مليون دولار حتى تستخدم مواد يعاد استهلاكها. سوت حمله تسويقيه انها صديقه للبيئه، تستخدم لحوم اقل يعني يكون فيها الدسم اقل، يستخدمون خضره او خضروات طازجه. كل الكلام هذا ليش؟ عشان الناس ما تبدا تقل، وانه فهنا حمله تسويقيه. مصداقيتها عدم مصداقيتها في النهايه نجحت، والدليل انها ما زالت موجوده ومؤثره. فالتسويق مهم، انه انا كيف اثر، كيف اغير. يدفع مئات الالوف ملايين احيانا بحيث ان لا اخسر حصتي او مكانتي في السوق. هذه المقدارج واحده من التجارب. تفضل. اولا اشكركم استاذ سلطان، وذكرت انت انه عندكم 12 لقاء في السنه، بس احنا في شهر 5 وهذا اللقاء الثاني تقول. فانا اتمنى، يعني انا شخصيا ما ادري انه عندكم انشطه، فاتمنى يكون فيه تكثيف. يعني انا بالمصادفه انه بيني وبين حبيبنا الحارث وارسل لي امس رساله في الليل عن المحاضره وجيت. فاول مره ادري انه في لجنه تسويق اصلا في الغرفه التجاريه. فالتسويق عند لجنة التسويق يبدو أنه يحتاج تسويق. عندي سؤالين لأستاذنا الحارث. السؤال الأول، تكلمت عن رغبة العميل وقلت أنه لازم يكون رغبة حقيقية، لو تسمح تتكرم تشرح. السؤال الثاني، قاعدين نشوف منافسة، هل تعتبر من أخلاقيات التسويق؟ أنت تكلمت عن أخلاقيات التسويق الفترة الحالية بين كريم وأوبر مالية الشوارع، والفترة الماضية كانت بين دومينوز ومايسترو. هل هذا يعتبر قبل كم سنة في رمضان موبايلي واتصالات قال واحد منهم والله ماني صايم، هل هذا يعتبر من أخلاقيات التسويق ولا يعتبر خرق من جميل. طيب أشكرك أخوي إبراهيم على الأسئلة. قضية الرغبة، في رغبات مكمونة أو دفينة، وفي رغبات موجودة، تمام. أنا فقط أستحثها، بمعنى قبل 20 سنة ما كنا أو ما كان الجوال في ثقافتنا، كنا عايشين وماشي حياتنا، التلفون الثابت ما أدى الغرض، البيجر أشكرك، تمام. الآن لو أي شخص تأخذ منه الجوال تقول لمدة 24 ساعة إيش حيصير فيه؟ تلخبط. ليش؟ رغبة التواصل موجودة، لكن آلية استخدام إنه فأوجدت الشركة أو أشبعت الشركة هذه الرغبة بإيجاد منتج أساسي، أصبح شيء أساسي في حياتنا، تمام. فالرغبات موجودة، الشركات ماذا تفعل؟ السياحة الخارجية أصبحت جزء من الثقافة. أنا إذا ما سافرت المكان الفلاني كل سنة ما، طب لو نرجع في السنوات الماضية ما كانت. وقس عليها أشياء كثيرة، الاكسسوارات، الشغلات. إذا ما رحت المكان الفلاني، إذا ما شربت الكافي الفلاني، بعضهم يا جماعة لدرجة الإدمان إن يأخذ قهوة عادية من البيت والكوب من برا بس عشان يوري الناس. أنا ليش؟ فهي رغبة، قد يكون رغبة نفسية، رغبة حقيقية، لكن هي إشباع رغبات، تمام؟ فقضية التسويق إحنا نلعب على وتر الرغبات ونحاول نقول ترى هذه تشبع رغبتك وأنت أحسن واحد. قضية المنافسة، إحنا قبل أخلاقيات المهنة إحنا كمسلمين، واحدة من أهميات الأشياء وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يبيع بعضكم على بيع بعض. ما يجوز يا جماعة الخير، أنا ممكن أسوق لنفسي وأعطي أحسن شيء بدون ذكر ليش؟ في على شركة بيبسي كوكاكولا، أنا ناسي من اللي تعدى على الثاني، بس أتوقع أنه كوكاكولا تعدت على بيبسي، جايبين طفل صغير مشهد إعلاني، وفي ماكينة تبع البيبسي للمشروبات الغازية، فعشان الطفل قصير وجايبين الصف البيبسي المشروب البيبسي في أول صف، فنزل البيبسي الأول حط دولار، بعدين حط دولار ثاني طلع بيبسي ثاني، البيبسيين العلبتين طلع فوقهم وحط دولار ثاني عشان ياخذ كوكاكولا وراح. فهمت الفكره ايش حاصل؟ هنا كاني اعطيت بيبسي. ليش؟ بالتالي بيبسي حتجي حتسوي دعايه مضاده، فانا ليش ادخل في حرب مع المنافس؟ واسيل سمعتي وسمعه الناس، خلينا انا اعرض منتج بدون ما اذكر المنافس بسوء. في النهايه العميل هو يقيم من الافضل ومن وفي النهايه لن اسيطر على السوق 100%. المنافسه شيء اساسي في السوق. وشيء أشكرك على الملاحظة. بالنسبة لجهة التسويق،
بدنا يعني هذه بداية الدورة 4 سنوات، احنا بداية من العام الحالي ابتدت دورة لجنة التسويق. المحاضرات طبعا احنا جميع اسماءكم المسجلة الان بعناوينكم، هديكم رسائل على الجوال عن فعالياتنا القادمة. 12 فعالية عندنا محاضرة يوم 18 شهر هذا ان شاء الله، هذه في التسويق الفعال، وهذا المحاضر من أسبانيا بأصول إيطالية، ومتخصصة بالتسويق الفعال للبيانات الهائلة وهي نوعية. فهم دعوة لكم الآن مباشرة، حتجيكم رسائل فيها بما أنكم سجلتوا اليوم. أخ فيصل يوم 14 يعني مش الأحد القادم، اللي بعده دكتور يوم 14/5 ميلادي بتكون الفعالية في غرفة الاتحاد مساء. بالنسبة للجنة عندها فعاليات كثيرة، احنا الآن كنا في طورة إعداد خطة عمل اللجنة 2017، وانتهت استلام اللجنة ببداية العام، واشتغلنا أول أشهر إعداد خطة استراتيجية لها. الآن بدأ التفعيل، المحاضرة الأولى كانت التسويق الرياضي، الآن التسويق الفعال، في تسويق البيانات الهائلة، وفي تسويق 12 فعالية كلها حتكون قادمة بإذن الله، وفي برامج حتعلن حتى بعضها دورات وورش عمل، في معرض التسويق كبير حيقام نهاية العام، وفي معرض آخر موضوع في موضوع التسويق منتدى حيقام. فهذه كلها من أعمال اللجنة وحتكون موجودة اللجنة. صحيح إنه ما كان لها اسم سابقا لأنه بداية اللجنة الدورة قريبة كانت. تفضل دكتور. شكرا للأخ سلطان، وأحب سمي هذا حيجيكم مع الرسائل. احنا أي فعالية لنا في لجنة التسويق يحضر أي شخص يسجل بياناته يضاف في قاعدة البيانات الخاصة باللجنة، ويصير التواصل معها قاعدة بيانات أول بأول الجميع على الجوال. في حساب تواصل حينشأ باسم اللجنة، حاليا باسم الغرفة، وصار في دعوات عليه عن طريق الغرفة، لكن حينشأ حساب خاص باللجنة، وهذا قريب إن شاء الله بإذن الله. اتفضل دكتور صالح. شكرا دكتور سلطان على والأخ الحارث. الحقيقة أنا سعدت بهذه المحاضرة، أنا ودي بس لو ركز على النظم التسويق مثل صورة والهذا هي التركيز أكثر، لأن أنا أعتقد أغلب الحاضرين عندهم الآلية والطرق والوسائل المحاضراتية نسميها أو الأكاديمية، ودي لو التركيز على السيستماتيك عليها. الشيء الثاني ودي أنوه برضو للجهود الحلوة الجيدة للجنة التسويق الحقيقة من بداية الغرفة في اللجنة. الحقيقة توصلني أنا يوميا أي نشاط عندكم، وفي العكس بالتواصل، بس إذا كان جوال الأخ اللي قال انتقد على أنكم لكم تسويق، بالعكس أنتم نشيطين تعبتونا بالرسائل الحقيقة اللي تجينا. على كل حال هذا جديد عليها، احنا بنبلغ طريقتنا حتى في شكرا على الجهود الجيدة. ووفقكم إن شاء الله. أنا أجاوب عنها اسمح لي. أداب مادة تلبي رغباتك دكتور صالح صعب أن يجدها أي محاضر. دكتور صالح من الكوادر الوطني اللي خدمه في أحد الوزارات، وكيل وزارة مساعد، ومن الناس اللي في القطاع التجاري له بصمات في العمل الحكومي السابق وفي العمل التجاري الحالي، فمهما قدمه من المحاضرين ما راح نوصل للمحتوى العلمي اللي عندك دكتور. بالنسبة للإخوان احنا هذا نسميه جرعات تثقيفية، قد يكون في كلمة يستفاد فيها في ساعة أو كلمتين يستفيد منها الشخص. احنا الهدف ان نعطي بشكل مركز كل فترة جرعة أخرى مختلفة. عملنا التحليل السواد حيكون على شكل ورشة عمل، اللي هو عمل خطة استراتيجية تسويقية للمنشأة، حيكون لها نظام ورشة عمل، حتوصلكم عليها دعوة بإذن الله بشكل موسع، لأن عندنا الدورات، عندنا المحاضرات القصيرة، وعندنا ورش العمل اللي تكون فيها اعداد زي تحليل سواد تحتاج ورشة عمل. فهذا كلها حتوصل بإذن الله كل المقترحات من قبلكم، واحنا عندنا أجندة إن شاء الله بتكون ترضيكم في التسويق وتوصلكم بإذن الله. الأخوان أي سؤال؟ الحين بعده. أول شيء أخوي أشكرك وأشكر سواء الغرفة غرفة الرياض أو اللجنة نفسها على الجهود اللي أنتم بذلتوها. لكن ذكرت قبل قليل أن شراء ولاء العميل عن طريق المنافع، ما أدري أنا ودي أشوف وجهة نظرك من الناحية هذه، بحيث أن شاهدنا بعض الشركات شرت ولاء العميل
بدون وجود المنافع، وهي مثلا شخصية مشهورة محبوبة في المجتمع قامت وسوت الإعلان هذا، فصار في ولاء للمنتجات هذه بحيث أن الشخص هذا المحبوب، أو مثلا طريقة يحبها المجتمع من عادات وتقاليد سووا الإعلان هذا، فكانت ردة فعل العملاء أن عندهم ولاء لهذا المنتج لكن منافعه مثل ما هو منافع عند المنافسين. أنا بس بعرف وجهة نظرك أو الأشياء اللي أنت شفتها في السوق، ما هي ردة فعل العملاء تجاه الأشياء هذه؟ طيب أشكرك على هالسؤال. واحدة من قضية التسويق أني أركز على المشاهير في استقطاب أو جلب العملاء، خاصة لما يكون عندي شريحة، مثلا أجيب لاعب كورة مثلا وأعرف أنه هذا المنتج أستهدف فيه الشباب، أو مثلا أجيب مسؤول مثلا، أو أجيب مثلا ممثل مثلا، أي شخصية لها تأثير وثقل في المجتمع بيكون صداها، لأن أنا ما أشتري هذا المنتج عشان الشركة، ثقة في هذا الشخص اللي أنا أحبه هذا الولاء، فأنا بشتري لأنه أعرف أنه يعني سيعطي أو سيختار الشيء الأفضل. أعطيك مثال، دعايات معجون الأسنان أو منتجات الطبية، كثير من اللي يقومون في الدعاية ليسوا أطباء، يعني صدق أو لا تصدق، هم ناس فقط لابسين في، يمكن بعض الدعايات يكون في ناس أطباء حقيقيين، لكن الكثير منها مجرد أنه شخص لابس البارتو الأبيض أنه عشان يعطي الناس ثقة أنه هذا طبيب وأنه مجرب مثلا. تمام، هذه نقطة. النقطة الثالثة، في منتجات نحن نشتريها لأنه مثلا الوالدين كانوا يشتروها، في قضية أنه إيش، لأن والدي مثلا، أنا إحنا مثلا في البيت نشتري السيارات من الماركة المعينة، أو نشتري الأثاث من أو الشاشات أو أيا يكون هذا المنتج، فهنا في ارتباط. أنا أشتريه مو أني أشتري أدفع، أنا أكسب ثقة الناس في مشاهير. بمعنى لو جبت شخص مجهول وسويت له دعاية لمنتج معين، هل تتوقع سيكون نفس الأثر؟ أو لو جبت شخصية الناس لا تحبه أو لا يعني مبغوضة من المجتمع، سيكون تأثيره سلبي. لكن الأخطر من ذلك، وذكرت على قضية المنافع، إلى أي مدى سأستمر أشتري هذا المنتج؟ سأنسى الدعاية وسأنسى أنه في شخص اشتراها، لكن المنافع هي اللي تستمر. وإذا اشتريتها أنا ممكن الأجيال التي بعدي تنسى لماذا فتغير لمنتج آخر. نعم تفضل. وسط السوق تاني حاجة، عشان يكون في قيمة معرفية مضافة، اللي فكرة ان احنا مثلا او الدورات تجي لنا على الايميل، ولو في شهادات حضور عن الدورات والفعاليات. بالنسبة للشهادات، حيكون في نادي للتسويق حيعلن قريب، وحيكون اعضاء يحصلون على الشهادات بالمجان للجنة، وهذا حيوصلكم رسالة فيه بعد اطلاقه، وشغلنا عليه اعدادها الان في المراحل الاخيره، وحيعلن قريب باذن الله نادي خاص لاعضاء التسويق ينتمون فيه، ويكون زي المظله لهم، ويكون اعضاء النادي يحصلون على شهادات خاصه في اعضاء النادي، وبامكانك تكون عضو في النادي ان شاء الله. بالنسبه للايميل، طبعا المحاضره تكون موجوده على موقع يوتيوب، ترفع من الغرفه مسجله كامل المحاضره الان مع اسئلتكم ايضا مسجله، فكل موجود على اليوتيوب بإمكانك الاطلاع عليها في أي وقت. طيب بالجانب، بس عشان أجاوب على جزئية معينة بالنسبة لسؤالك، جمع المعلومات، بس عشان قضية عناصر دراسة السوق فيها جمع معلومات، طبعا لأن الوقت ما يسعفنا أنه نقدم مادة تدريبية دسمة في ساعة، يعني أنا شبه زي اللي يعني يعطي مندي مثلا في صحن، هذا صعب ف تشبيه. الدورة هذه تعطى في 5 أيام في 25 ساعة تدريبية، وقضية جمع المعلومات التسويقية هذه يعطى لها إذا ما كان يوم كامل نص يوم على الأقل، لأنه قضية مهمة جمع المعلومات عن المنافسين، عن المستهلك، عن طبيعة المنتجات. طبعا فيها مراحل، ممكن أعطيك إياها إذا أحببت في ورقتنا. أيضا بس أحب أذكر بعض الأخوان، يعني اللي ما عمل في التسويق أحيانا يكون مدير منشأة معينة، لا تبذرون حول المسوق هذا واحد، ولا تبذرون حول محاسب أو مدير مبيعات أو مدير إنتاج لما يكون مصانع صغيرة كمثال، لكن يجب أن يكون عنده اطلاع زي نافذة على جميع القطاعات اللي تعمل عنده، بحيث أن يقيم أداءها. فاليوم لما تكون أنت لا تعلم أي شيء في التسويق، مجرد عندك إدارة وموظفين،
انت كاداره عليا لا تستطيع تقييم ادائهم او الاشراف عليهم، حتصير انت تستقبل معلومات سواء صحيحه او خاطئه لانك غير مختص في التسويق، وكذلك في الانتاج او في المصانع او مثلا في الادارات الاخرى. فدائما يجب على صاحب المنشاه ان يطور من مهاراته. هذا احد الدورات احنا اليوم، هذا احدها. نعم هذا عملناه احنا، لان الفعاليات عندنا منوعه في اكثر من جزئيه على مدار عام مجزأة، نغطي فيها الجوانب اللي ذكرناها بالضبط. فاحنا يعني نحاول نعطي الشخص اطلاع على جميع الادارات عنده ويكون هو مطلع عليها، فبذلك يقدر يطور هذا وينشاته ويشرف عليها ويطور من اعماله، فان شاء الله تكون استفاده منها. وفي بعض المطورات زي ورش العمل وإن شاء الله الاستفادة تكون للجميع. تفضل الأخ السائل. السلام عليكم يعطيك العافية. السلام. أنا عندي مداخلة بسيطة وأبي أعرف تعقيبا، يعني زيادة المنافع عادة إذا كان عندي الخدمة وعند الجودة، وسؤالنا في المكان يعني طبيعة المكان أو طبيعة المحل، بيكون عندي رفع في الأسعار يعني سعر المنتج بدل ما حصله برا في المطاعم، كثير من المطاعم او كثير من المحلات ب10 ريال مثلا عنده ب39 ريال، فبكون في غضب العميل. وشلون امتص غضب العميل؟ يعني سواء نفس المنتج يقدمه برا اذا طلعت برا المحل عنده ب10 ريال هو عنده 39 ريال، فشلون امتص غضب العميل؟ سواء عندنا مطاعم، في مطعم موجود على ارض الواقع صار فيه هاشتاج في تويتر وان سعره مرتفع، شو ما امتص غضب العميل في هذه الحاله؟ جميل. السؤال الاهم زي ما ذكر الدكتور انه احنا ما نبغى في الدوره هذه انه نطلع كلنا مسوقين، لكن على الاقل يكون عندي مفهوم التسويق شيء اساسي. اجابه على سؤالك، هل كل زبون يدخل عندي المحل او الشركه لابد ان يكون زبوني؟ هنا السؤال. القضيه مو كل، يعني لو انا في مدينه الرياض 6 ملايين نسمه كلهم عملائي، انا بستهدف ايش؟ فئه، شريحه معينه. ما يعني انا ازعل لانه اللي ما ياتيني هو شريحه او عميل لي مكان اخر، فقد ما يعجب شخص يعجب شخص اخر. على سبيل المثال الان مستهلكي منتجات البيبسي، ليش ما كل الناس يشترون بيبسي؟ سؤال، مع انه الفروقات طفيفه بين البيبسي وكوكاكولا مثلا، لكن في شغلات قديمه، في شغلات ارتبطت في العلامه التجاريه، في شغلات مكانيه، ما قضية هي فروقات. يعني مثلا الفروقات مثلا بين المراعي ونادك مثلا او الصافي اديداس، قس على منتجات كثيرة بين مثلا سوني وسامسونج مثلا، هي قضية انه انت تبني، وفي النهاية لن تستطيع انه كل عميل يأتيك ان ترضيه 100%. انت تحاول انك تكسب عملاء، تحاول العملاء الذين يديك يأتون باستمرار، لكن في النهاية لن تستطيع اشباع رغبات كل شرائح المجتمع إلا في حالة واحدة، إذا كانت أنت منتج اللي هو أسعارها ثابتة، اللي هي مثلا الصحف، اللي هي المنتجات الغذائية الأساسية، هذه اللي ما فيها اختلاف، اللي أسعارها موحدة خلنا نقول تقريبا. لكن الأسعار التسوقية هذه ما تستطيع كل الناس سيأتون إليك، إلا ما يكون عندك شريحة، وشريحة أخرى سيذهبون إلى منافسين آخرين. ما في إشكالية، لكن المقصد ليس شرط إتمام العملية البيعية في فترة قصيرة. أنا أسوق ممكن يأتيني بعد فترة طويلة، لكن أنا أترك الشخص الذي يخرج من عندي وهو راضي سواء اشترى أو لم يشتري، لأنه أهم شيء أنه أترك انطباع جيد سواء للعميل أو للزائر، ما هو شرط أنه يشتري مني. تفضل. أضيف لك بعض التعقيد مع الدكتور مع الأستاذ حامد. إحدى شركات التأمين أساس إرضاء العميل هو خارج حتى لو كان يتعامل معك. إحدى شركات التأمين كان في أحد العملاء صغير سن وسيارة كانت مواصفاتها خاصة وغالية الثمن. الشركة ما لها رغبة أنها تأمن عليها. فطبعا للعميل ما أبغى يقول لا إحنا ما نبغى نستقبلك، أنت متهور، أنت إلى آخره العبارات. فيصير العميل يسيء للشركة مستقبلا إنه الشركة فيها كذا كذا، فيصبح نموذج سلبي على الشركة في الإساءة لها. هذا ما شاء الله كنت حاوله كنت مجيبه شغلها، فطلع الإخوان لها قيموا السيارة، أعطوه نسبة 15% من قيمة السيارة. طبعا
كان هذا من حوالي 15 سنة كانت النسب 1% 2% 3% نسبة التأمين. فاستغرب هذا قال غالي 15%، أنتم غاليين، قال والله إحنا هذا سعرنا يعني. فهو كان الهدف الأساسي أنه ما يتعامل مع الشركة، فأعطيه سعر عالي بحيث أنه لو قبل التعامل يكون المخاطر تكون على الشركة أقل، لو قبل 15% والأساس أنه ما يتعامل، فكان هذا هدف الشركة. لذلك طلع بصورة ذهنية قال أنه أنتم غاليين، ما سأل الشركة وفقط طلع بكلمة أنه شركة كذا غالية الثمن فقط لا غير، لكن ما طلع أنه والله سيء التعامل، رفضوني يعملوا كذا إلى آخره. فدائما العميل خروجه من المنشأة أن يكون راضي بدون ما يكون متعامل معك، هذه خطوة أساسية، مو شرط يتعامل معك، لكن يكون عنده أقل درجات الرضا هو طالع من صح. عندك. أوكي تفضل. ما رأيك الله يحفظك بفكرة أني أروج لمنتج وأعلن عنه بأقل من قيمة الفعلية علشان الرجال عميل يناظره أكثر من الواقع من ثم أمسك ولاء؟ مثال بس عشان أفهم يعني. يعني ما أسوي إعلانات، أسوي إعلانات بسيطة اللي يشوفها يقول منتج بسيط، فإذا جاء عندي شاف المنافع حقاته كثيرة ومنتج جودته عالية، فبكذا بينبهر، بيكون توقعاته أقل من الواقع اللي كسبني ولاء. طيب أخطر شيء في الإعلانات يا جماعة الخير إنه إيش؟ أصطاد العميل. الآن أنت تقلب القنوات الفضائية، ها سريع، أحيانا تقف على قناة معينة أو على إعلان معين، ليش؟ شد انتباهك. أي إعلان إذا لم يعني في أول 20 ثانية إذا لم يشد انتباهك شو بتسوي؟ وقس عليه. أي إعلان مثلا في الصحف، أنت تقلب الصحيفة في إعلانات كثيرة، وفي إعلان إيش تقرأ إلى آخر سطر، حتى تقرأ إلى كلمة حتى نفاذ الكمية، يمكن حتى تقرأ الكلمة الأخيرة، تطبق الشروط والأحكام صح. الراديو وأنت تقلب الراديو ها، وبعدين في إعلان توقف أو في خبر، ليش؟ لازم إعلانك يكون قوي وجذاب. ليش في إعلانات ودعايات أنت تزعل منها؟ طريقة أسلوبها مستفزة، ما هي مشجعة، مخجلة، أيا يكن. أخطر من ذلك وهي إذا أنت جبت إعلان قوي وجاذب، لابد أن تكون خدماتك مطابقة ليش؟ إعلان تعكسها ما بيجيك أحد، أي بيجيك الإقبال ضعيف صح، لكن ستكسب شريحة إيش؟ واضح ماشي، لكن سيأخذ إيش؟ أنت تبغى شريحة أكبر في فترة قصيرة، فتحتاج إعلانات مكثفة وجاذبة. عشان كذا الإعلان الملون أفضل من الإعلان أبيض أسود، والإعلان المشاهد أفضل من الإعلان المقروء والمسموع، وقس عليه كثير. بس أحيانا الأبيض أسود يكون جاذب في حالة واحدة، كل الجريمة ملونة. ماشي ممكن العكس. التميز مو فاهم. تفضل في سؤال الأخوان. طيب الحقيقة الخصصة الأخير يكون لكم بحيث أنه تستفيدون استفادة مباشرة. في سؤال في واحد بيجي عنده سؤال، ما نبغى اليوم واحد يطلع بها سأل. تفضل. عفوا أشكر الأستاذ العمري والجهد المبذول في المحاضرة. عندي سؤال بس الرؤية المستقبلية للتسويق عندنا هنا في السوق، لأنه أنا أرى أنه المبيعات مفصولة عن التسويق، فرجل البيع بدأ ينقرض مع التجارة الإلكترونية والترند اللي ماشي، الريتم اللي ماشي في السوق، لأنه أصبح الرجل مبيعات اللي هو اللوجيستيك. الشركات هي بتعمل بحث أو سيرفي على العميل عبر النت، وتأخذ منه الفكر اللي هو عند العميل، وهي اللي بتخطط البيع، والتنفيذ يكون في رجل المبيعات، فأصبح هو لوجيستيك. فلما نشوف هنا احنا في التسويق هذا اللي بالنسبة لرجل المبيعات، ومستقبل التسويق نسمع عن ستارت اب وريادة الأعمال والشغلات هذه، فالتسويق ماشي على التجارة الإلكترونية، فترى أن النشاطات الصغيرة هذه بدأت تتقلص ويأخذ التجارة الإلكترونية مكانه، والعكس أنه تشوف المنتجات الكبيرة مثلا
زي أنا قرأت تقرير زي شركة نايك تبع الرياضة في سنة 2009 كان عندها 640 فرع، الحين في 2016 صار عندهم 1045 فرع. فكيف التجارة الإلكترونية موجودة والمنتجات البراندس الكبيرة فرعها يكون في الريتيل أكثر زي جرير مثلا هنا، والمنتجات زي سوبر ماركات الكبيرة دانوب وبندا والشغلات هذه بتنتشر، بينما التجارة الإلكترونية بتقلص على التسويق. فمستقبل التسويق والرؤية له بس كيف حيكون مستقبلا. جميل، هو سؤاله الأخير وسؤاله يحتاج محاضرة وعنوان جيد، هي مستقبلية التسويق يكون أحد محاضراتك القادمة. طيب ممتاز. التسويق لو أنا بتكلم من ناحية إدارية بحتة هو من أهم الإدارات الأربع اللي موجودة في أي منظمة. إحنا عندنا أربع إدارات رئيسية: المالية، الموارد البشرية، إدارة الموارد البشرية، إدارة العمليات أو بين قوسين إدارة الإنتاج، وإدارة التسويق. مهمة التسويق. النقطة قضية التسويق الإلكتروني، أساس بس أوضح، التسويق الإلكتروني ليست كل المواقع متميزة، في مواقع تجذبك في مواقع سيئة، كما الحال في الفروع، في فروع مميزة على أرض الواقع في جغرافيا أو مكانيا وفي مواقع سيئة. قضية التسويق الإلكتروني يعني استبدلت إن بدل ما أستأجر محل أو موقع صرت أنا مستأجر موقع إلكتروني، هذا الفرق الأساسي. لكن نفس مفهوم التسويق، نفس الإعلانات وقضية التسعير والدعايات تطبق بنفس الفكر. ميزة التسويق الإلكتروني إنه أعطاني مساحة أوسع وانتشار، وإني ممكن في أي لحظة، يعني المحلات مربوطة بساعات معينة، مربوطة بقدرة معينة، المواقع الإلكترونية 24 ساعة في أي مكان بأي لغة بأي، فهنا ساعد على الانتشار. أعطيك تجربة، عندنا في الشركة الحالية مفهوم التسويق ما كان عندهم، كانوا جايبين مبيعات متميزين، لكن للأسف بدأت المبيعات تنخفض، ليس بسبب سوء رجال المبيعات لكن بسبب أنه ما في تسويق. فاضطرينا أن نستحدث قسم التسويق يقومون بهذا الدور. أصبح مهمة رجل المبيعات أنه تأتي الطلبات وينهي العملية، فصار دوره أقل جهد وأصبح مركز أكثر وصار له قيمة. فالتسويق والمبيعات مع بعض، التسويق رقم واحد ثم المبيعات المرحلة الأخيرة من العملية ككل. فلا، مهم التسويق، رؤية 2030، رؤية 2050 سيظل مهم إلى أن تقوم الساعة. نشكركم جميعا مرة ثانية على إعطائنا وقت من وقتكم الثمين، وهذا يعني يحفزنا على الاستمرار وتكثيف المحاضرات لكم بمشيئة الله. فشكرا لكم جميعا، ونلتقي بكم إن شاء الله في يوم 14 في المحاضرة القادمة. شكرا لكم. شكرا لكم جميعا.